أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسو دوادة وركة دورنامي أعلن سيدة ميديا واد دورنامي جمعاء خضبو حساسي عينوس وصعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي كولن شاكي بدن أبو راي أو تركيغا كدح مري وزير دوب إيا صادق جون وزير كورفافين تصوماليا عثمان أبو كر دوب إيا تليه هوري إيا بوليس كقبل كبنادير جنرال صادق جون أيا كولن كو ياشي مغالة إستنبول إدل كاسي تركيغا إن كستو كولن كولا أموقضي ميت سلان إيو سي صاحب تنم الله ودا شاهيي هادنا وحال حصوصتا بشي أبريل مركي صادق جون لغا حيوبيي حلك إيو الدرجة دي عيدان إن وزير دوب إسقبتين إسلامر كاسينة دور مرأو صوفا فيي ورر لدكو أسادق جون إيو معارضكا وزير دوب أودوي أهامب في لصوماليا كفورتي أيا إمنك وحو ستو سدحدا كججرا خاق معارضكا أه إيكا سوهر جيدا مدحوينا وقتي كدعي محمد عبدالله فرماجو وزير دوب أود دوان لو دورتي سنتر كتير سن آخالك السربار لبانك كو إيو طوانا دي صوماليا يا شيغي إن أي إسعافيين إساق إيا صادق جون كولانكي هالكاسي كدعي داد بغان أو سياسة دفلانقيا وحي كوشيغيان شاكيغ صوبحي إن وزير دوب أو كسي جنجرسان ينباد إيا نرول مركا لو إيغو قابكي حلباني مدا أو ربي دون تلو لقدييي بلسا وقتيغ إيا نسيبكو كورسيغ أو سيي إسلام مركاسيني سي سربيب أهو قرباشي مدحوينه وقتي كدعي محمد عبدالله فرماجو سيكستبها أهاتي وزيركي أو فرماجو دوب أهان وأديك سنجري أيا صادق جون عافيس ويديستي إسلام مركاسيني سي وين أو سوهر جيدا فرماجو يتيم كيسا دينا عكال مدح سياسة دا أهل السنة أو شاعيي قرشوهو دا عصوب إيه أهل السنة والجماعة مدح سياسة دا إيه حوغاقا أهل السنة والجماعة إيه دوان كدقا لماي قلمودوك أيا شاعة كقاضي طلابة دا حكتا أو أي قرشين أيان كدب دقال كي قرعيل عبد السلام آدن حسين أيا شيغي إن قرشوهو دا أو أهان دونو سيدي أو هري أو أهان جري أهل السنة والجماعة تلذي دوي إسكا عدهاي هري أيينا أو بيانيين علماء إيه هقانك أيو يري أهل السنة تلذي دوا إن فكر كي أيكو شقينيين إيه قاب كي أيكو شقينيين أو إهد إني عدوغ أمد صوماليات كدل قادان داد كودا إيه شعب كودا أيو هيليان مركستا أو أيو باهدان أيو يري مدح سياسة دي أهل السنة والجماعة أرور نمدي هري أربع عدي لصور دافي أيي عيدا مدى أهل السنة كبحين مقالة قرعيل كدب دور مالموت أو أي هالكاسي كدقال لميين إيقا يعيدا مدى قلمدوك أو كاشان أيي كوة دولة فدرالك صوماليا أو آدو حوقان أيي هالكاسي سوحا سوقين عبد السلام أيا وريسي أو سي بي بي سي دا كشرا حي السببتا كنتي إن عيدا مدى أي كبحان مقالة قرعيل أهل السنة والجماعة مركز تاوحي كوبا قيسا نبدا هدنا نبدا أيي كوبا قيسا أهل السنة إيادا أتريسا شعب كرير قرعيل إيا أمدا صوماليات أيي قو أنستي إني بنانك أغا بحضو مقالة قرعيل أيو يري إساقو هذا الكيسا سيواتا أيو إنتاسي سي راعي الدولة دوي جبي سيهشيسكي قرعيل لوغا صوبحي حدبا محو يهي قرشا حيقايا أهل السنة isla qodobkaas isagoo faafahinaya ayuu Cabdisalaam yiri dagaalkeenu hal qolo ayuu ku wajahan yahay dagaalkeenu wuxuu ku wajahan yahay shabaab waxa uu qorsheheenu yahay inta kale oo dadka Soomaaliyeed ah ma u qalmaan inay dhintaan inaan dilnana uma qalmaan ayuu yiri bilowgii bishii October ayay soo cusboonaatay colaadda galmudug kadib markii xoogag daacad u ah ururka Ahlus Sunnah ee hoggaamiya Sheikh Maxamed Shaakir la wareegeen magaalada Gurceel dadka dhalinsan siyaasadda kooxdani ayaa ku eedeeyay in talaabada ay qaadeen ay tahay mid looga gol leeyahay sidii ay ku heli lahaayeen saameyn siyaasadeed laakiin madaxa siyaasadda ee Ahlus Sunnah ayaa gaashaanka ku dhuftay eedeyntaasi waxa uuna sheegay in kuraasta mar walba ay yihiin kuwa lagu kala qaybsado qaab qabiil dhowr jeer oo hore ayuu isku dhac dhex maray ciidamada Ahlus Sunnah wal Jamaaca iyo kuwa dowladda federaalka kadib markii ay madaxdu isku qilaafeen arrimo siyaasadeed marar kala duwan ayay soo waayeen heshiisyo ay la galeen labada dhinac oo mid walba uu kan kale ku eedeynayo ku xad gudubka wixii lagu heshiiyay ama la isku afgartay fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah wasiirkii hore ee amniga galmudug oo si xun u weeraray madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo waxa uuna yiri waxa uu banaystay dhiigga shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabkii lagu xasuuqay magaalada gurceel wasiirkii hore ee amniga dowlad goboleedka galmudug axmed macalin fiqi oo ka falciliyay dikreetadii uu soo saaray madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaada maxamed cabdillaahi farmaajo kuna joojiyay dhismaha dhulalka danta guud ayaa su'aalo ka keenay xeerka madaxweynaha isagoo soo qaadanayo dagaalkii khasaaraha badan dhaliyay ee ka dhacay magaalada gurceel fiqi ayaa sheegay in xeerka uu soo saaray madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaaday uu wanaagsan yahay balse wuxuu ku eedeeyey inuu fasaxay dhiigga dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay magaalada gurceel
oday farmaajo dhulka xeer ayuu ka soo saaray waana arrin fiican laakiin dhiigga dadka ee uu fasaxay in la daadiyo iyadoo la adeegsanayo ciidamadii qaranka wada lahaa see laga yeelaya ayuu qoraalkiisa soo saaray ku yidhi siyaasiga caanka ah xildhibaan axmed macalin fakhi sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in tallaabada farmaajo qaaday ee xagga dhulka danta guud ay muujinayso inuu ka tagayo dal uusan ka tegayni dad sida uu hadalka u dhigay ma se og yahay ama la socdaa dadka iyo dhulka dowladda midka qiimaha badan isagoo dad ka badan 200 oo qof dhimashadooda iyo dhaawacooda oo ciidamada qaranka iyo saraakiishooda ay ku jiraan sabab u ahaa maantay in uu dhul dowlo wareegto ka soo saaro sow ruwaayaddii dal baan ka tegay ee dadka ma tegin ee aan kol hore daawannay dib nooguma daarin ayuu mar kale sii raaciyay qoraalka wasiirkii hore amniga axmed macalin fakhi xildhibaan fakhi oo siyaasad ahaan si weyn u mucaarado farmaajo ayaa ka mid ahaa siyaasiyiinta sida weyn uga soo horjeeday duulaankii lagu qaaday maamulkii ahlusunna waljamaaca si kastaba hadalkani ayaa daba socda digreeto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo ku mamnuucay ku takrifalka iyo musuqmaasuqa dhulka danta guud ee xilligani uu dalka aadayo doorasho dhinaca kale dagaal xooggan oo ka dhacay deegaano ka tirsan jubbada hoose dagaalada oo geystay khasaare kala duwan ayaa waxa ay ka kala dhaceen deegaanada hoosingow iyo taabto oo ka tirsan gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland dagaalada ayaa waxa ay ka dambeeyeen kadib markii xubno ka tirsan ururka al-shabaab ay weerareen saldhigyada ciidamada kenya ee ka tirsan amisom ay ku leeyihiin deegaanada taabta iyo hoosingow dadka ku nool deegaanada taabta iyo hoosingow ee gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay sheegeen inay maqlayeen dhawaqa rasaasta ay isku adeegsanayaan labada dhinac sidoo kale uu jiro khasaare dagaalka ka soo gaaray labada dhinac iyo dad rayid ahi sidoo kale dadka waxa ay sheegeen inay cabsi ballaaran soo wajahday intii uu dagaal ka socday maadaama ay ka baqeen habeen iyo maalin waxyeelo ka soo gaarta dagaalkaasi xoogan saraakiisha ciidamada kenya ee gobolka jubbada hoose wax faahfaahina kama bixin weeraradaasi hase yeeshee dhowr jeer ayay al-shabaab weerareen saldhigyada ciidamada kenya ee gobolka jubbada hoose dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa booqasho ku tagay xerada ciidamada ee belidoogle taas oo si gaar ah loogu tababaro ciidamada danab lafta gareen ayaa markii uu tagay xerada waxaa ku soo dhoweeyey saraakiisha ciidanka xoogga iyo kuwa maraykanka ee ku sugan halkaasi isagoo kadib kormeer iyo indhaindhayn ku sameeyey qaybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay xerada belidoogle sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed lafta gareen ayaa u kuurgalay inta uu ku jiray booqashadiisa sida ay u socdaan howlaha tababarada ee kumaandooska danab cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa saraakiisha uu la kulmay waxa uu kala sheekaystay howlaha tababarka ciidamada ee ka socda halkaasi xerada belidoogle oo si weyn amnigeeda loo ilaaliyo kuna taallo shabeellada hoose ayaa waxaa ku sugan saraakiil maraykan ah oo tababarayaal ah kuwaas oo cashiro siinaya ciidamada danab ee xoogga dalka federaalka soomaaliya booqashada lafta gareen ee saldhigga belidoogle ayaa ku soo aadaysa markii maraykanka uu shaaciyey inuu ka fikirayo taageerada ciidamada danab ka gadaal markii ay ka qayb qaateen dagaaladii ka dhacay gurceel oo looga dilay taliyo sare oo ka tirsan ciidamada danab si kastaba maraykanka ayaa ka mid ah dalalka sida weyn uga qayb qaato dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab wuxuuna duqeymo ka fuliyaa koonfurta iyo bartamaha soomaaliya si kastaba ha ahaatee madaxweynaha wakhtigii ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo ee kursiga jecel iyo taliyo odowaa ayaa ciidamadii danab si dhuumaalaysa ugu qaaday magaalada gurceel iyagoona ka qayb qaatay dagaaladii lagu xasuuqay shacabka iyo culimmadii ahlusunna waljamaaca si kastaba ha ahaatee maraykanka ayaa imanka sheegay inuu ka fiirsanayo taageerada ciidamada xoogga badan ee danab dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka